السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي بنشوف موقع اسمه نجوم دوت اي اي. الموقع ده بيشتغل بالذكاء الاصطناعي، موقع عربي بيشتغل بالذكاء الاصطناعي. في حاجتين، في محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي ثريا، وفي عندي ملخص للمستندات اللي هو سهيل. فأي واحد فيهم هنبدأ بيه. مثلا لو احنا بندور على أي حاجة يقدر إن هو يجاوب لنا عليها. مثلا أنا عجبني السؤال دوت، إيه أبرز العوامل اللي بتؤثر في النجاح الشخصي؟ الجميل ان الاجابه بتبقى مختلفه من شخص لشخص، يعني الاجابه اللي بتظهر لك حاليا مش هي نفس الاجابه اللي هتظهر لحضرتك لو انت جربت نفس السؤال. ماشي، تقدر ان انت تستخدم المايك بحيث ان انا اقدر اساله سؤال. ما هي افضل النصائح لاداره المشاريع؟ طبعا دي نقطه كويسه جدا ان هو يقدر يحول الصوت لكتابه، ده من انواع الذكاء الاصطناعي القوي جدا. في ان انت ترفع له صورة وتسأله عن الصورة ديت، ماشي، فده ممتاز. هو موقع جميل جدا اسمه نجوم دوت اي اي، تجربة بحث ذكاء اصطناعي. طيب تعال نشوف بقى سهيل، ممكن تسأله مثلا عن القدرات، مثلا امثلة. طيب خلينا نقول له مثلا عن انواع الادارة الحديثة، فبدأ يجيب لي ايه اشهر الانواع، زي إدارة الجودة الشاملة، الإدارة الرشيقة، الإدارة بالأهداف، الإدارة القائمة على القيم، الإدارة القائمة على وهكذا. فبدأ يجيب لي أساليب كتيرة جدا للإدارة، فممكن أقول له فين المصادر، فيبدأ يجيب لي المصادر. دي المصادر المتاحة، لكن لو أنت عايز حاجة احترافية تقدر إن أنت تشترك هنا. هو حتى الآن مش سامح بيها، لكن المفروض يعني ما دام مفيش نسخة احترافية أقدر إن أنا أشترك فيها يكون فاتح لحد ما هو يعمل النسخة الاحترافية اللي بفلوس. طيب على الموقع جميل، الأسئلة بتاعته كويسة، تقدر إن أنت تستفاد بمحرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي من موقع عربي، أو ممكن تستفاد بسهيل وتبدأ تسأل الأسئلة اللي أنت عايزها.